أيها السادة، بناء على تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن رصد زيوت في المنطقة البحرية المقابلة لشاليهات الدوحة بمنطقة جون الكويت، فقد قامت الهيئة العامة للبيئة بالعمل على تفعيل خططها لمتابعة هذه الحالة، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لضمان جودة مياه الشرب وعدم تأثرها، حيث تم التحقق من سلامة كافة مداخل المحطات وجميع المراحل المتبعة فيها. أيها السادة، وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا المهندس محمد العنزي، نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لقطاع الشؤون الفنية. صباح الخير باش مهندس محمد. صبحكم الله بالنور، يا أهلا. نعم، بداية هل تطلعنا عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ طبعا كان هناك بلاغ من احد المواطنين، تناقلت يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تسرب للزيت في المنطقه المقابله لشاليهات الدوحه، وبالفعل يعني فعلت الهيئه العامه للبيئه اخطتها في هذا الجانب، تم مسح ميداني كامل لكافه الشواطئ يعني المحاذيه لشاليهات الدوحه في المنطقه، وبالاضافه الى المحطات التحليه في منطقه الدوحه. في البدايه كان تنسيق مع الاخوان في وزاره الكهرباء والماء للتاكد من سلامه مياه الشرب في المنطقه. وايضا كان هناك تنسيق مباشر مع المنظمه الاقليميه لحمايه البيئه البحريه ومعهد الكويت للابحاث العلميه للوقوف هل هذا التسرب هو عباره عن تسرب نفطي ام يعني حجمه وكمياته، الا ان من المشاهدات الاوليه اتضح ان يعني كميه محدوده قد تكون بسبب حادث عرضي من احد الموانئ اللي موجوده في منطقه سواء ميناء الدوحه او ميناء شويخ، وجاري التنسيق مع الاخوه في مؤسسه الموانئ الكويتيه بهذا الشان. نعم المهندس محمد، يعني في مثل هذه الحالات هناك اجراءات اكيد يعني تقومون فيها واجراءات اوليه يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات، كيف يعني بداتم في مثل هذه الحالات؟ طبعا في البدايه يعني اهم يعني اجراء كان هو عمليه المسح الميداني في منطقه السواحل للتاكد ان يعني ما في امتداد لاي بقع نفطيه او زيتيه في المنطقه، وتامين المرافق الحيويه وخاصه محطات تحليه. وقد يكون الحادث طبعا نتيجه يعني مثل ما ذكرت يعني احد الموانئ التجاريه، خاصه ان يمكن عشرات من السفن التجاريه وغيرها تعبر منطقه جون الكويت سواء الى منطقه ميناء الدوحه او ميناء شويخ، وهذا يمكن جاري التحقق من اي حوادث خلال 48 ساعه الماضيه. نعم، في مثل يعني هذه الأجهزة الذكية التي تستخدم ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح المواطن مسؤول عن رصد مثل هذه الحالات أن يتم إبلاغها في أي وقت تم رصد مثل هذه الحالات؟ شيء طبيعي، يمكن اعتمادنا في الهيئة العامة للبيئة على محطات الرصد والصور الأقمار الصناعية، إلى أن يمكن قد يكون من أيضا العوامل اللي نعتمد عليها هي المشاهدات الاوليه سواء من الموظفين العموميين في الدوله في خفر السواحل او في شرطه البيئه او الاخوان في مؤسسه الموانئ، بالاضافه الى يعني اهم عنصر وهو يمكن المواطن في حال رصده لاي تاثيرات على البيئه البحريه يتم الابلاغ عنها في الهيئه العامه للبيئه لعمل اللازم من خلالها. نعم مهندس محمد العنزي، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا الكرام، كان معنا المهندس محمد العنزي نائب مدير الهيئة العامة للبيئة لقطاع الشؤون الفنية، شكرا لك.